كلف الاستقلال تونس مقاومين أفذاذ ذكر التاريخ الوطني بعضهم وغفل عن كثير منهم. من مدينة بني خداشة الأبية في الجنوب الشرقي لتونس سطع نجم رجل المقاومة الشهيد المقاوم مصباح الجربوع. ولد مصباح الجربوع عام 1914 زمن اندلاع الحرب العالمية الأولى، أتقن الصيد والرماية وبهما اشتد عوده وكبر عزمه. تزوج في سن 20 وانضم للاتحاد العام التونسي للشغل منذ بدايته، فكان من المساهمين في تركيز الحركة النقابية في مدنين وتطاوين. لم يترك الشهيد عملا نضاليا إلا وانضم إليه، فالتحق بالحزب الحر الدستوري التونسي وناضل ضمن شعبة قصر جوامع في منطقته. ولما اندلعت ثورة 18 جانفي 1952 لبى مصباح الجربوع نداء الوطن وانضم للعمل المسلح صحبة مجموعة من خيرة مناضلي الوطن أمثال عبدالله جليدي وميلود بن محمد البعبيدي ومحمد العجيلي وغيرهم. هزت عمليات المجموعة المناضلة مضاجع المحتل الفرنسي وكبدته خسائر كبيرة وحركت في أهالي الجنوب الحس الوطني ودفعتهم للنضال ضد المحتل. ولما تمكن الفزع من أفراد الجيش الفرنسي في معسكراته بجنوب تونس ووصل الأمر للقيادة، قام بحملات مداهمة استهدفت بيوت كل من يشتبه في صلته بالفلاجة. كانت عمليات الاعتقال دقيقة جدا بعد أن استأنس المحتل بعدد من الوشاة. في الأثناء كان مصباح الجربوع شديد التحرك بين جبال تطاوين وغمراس وبني خداش، ينصب الكمائن للمحتل ويشن عليه الهجوم تلو الآخر، فكون مجموعة ثانية من المقاتلين المتطوعين وارتفعت خسائر المستعمر حتى وصلت في أحد الهجومات إلى 50 قتيلا. استمر مصباح الجربوع في شق طريق نضاله إلى أن جاءت الأوامر من الحبيب بورقيبة بوقف القتال إثر حصول تونس على استقلالها الداخلي، فسلم مصباح الجربوع سلاحه يوم 10 ديسمبر 1954، غير أنه عاد ليحمله في معارك الجلاء، حيث بلغ المناضل أن جنود الاحتلال غادروا قواعدهم، فسارع صحبة عدد من الفلاجة لصدهم وفوجئوا بطائرات الهليكوبتر الفرنسية تقصفهم من السماء وهم في أرض منبسطة لا مجال فيها للهرب. فاستشهد مصباح الجربوع بتاريخ 25 من ماي عام 1958 صحبة عدد آخر من المقاومين، ولم يعثر على جثته إلا بعد شهر من وفاته، رغم ما قدمه الشهيد ورفاقه من بطولات في سبيل استرجاع حرية الوطن لم توفيه الحكومات التونسية المتعاقبة حقه، إذ تعيش عائلته حالة اجتماعية صعبة ولم تشفع بطولات ابنهم لهم حتى ترفع البلاد قدرهم وتبجلهم عرفانا بجميل شهيد قدم نفسه في سبيل استقلال تونس.